دكتور حسام ابو البخاري المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد. عاوز بس اقدم بمقوله قالها غاندي ولكنها مناسبه جدا لهذا المقام، وهو يتجاهلونك اولا ثم يهاجمونك ثانيا ثم تنتصر عليه. واعتقد ان هذا النظام المجرم، نظام بشار الاسد، تجاهل الثوره ثم بعد ذلك بدا يهاجم وبدا يتقول بالكلام ويقول انها مجموعات ارهابيه ومجموعات هكذا، ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى في المرحله القادمه يحدث الانتصار، وهذا يعني ان شاء الله تعالى نراه في الافق ونراه قريبا ان شاء الله تعالى. ولكن هذا يستوجب ان تتكاتف الشعوب الاسلاميه مع هذا الشعب السوري العظيم، هذا الشعب الذي تحمل ما لم يتحمله شعب في هذه المنطقه من القتل والاباده والتهجير والتعذيب والسجون والمعتقلات، كل هذا يعني تجرعه الشعب السوري. واعتقد ان احنا يجب ان نقف وقفه حقيقيه، وقفه شعب حقيقي، شعب مسلم وعربي مع هذا الشعب السوري تجاه هذا النظام الغاشم الذي تواطأ عليه كل المتواطئون من الداخل والخارج. ويجب ان يكون في ذهننا انه هذا الشعب السوري هم اخواننا واهلنا واعمامنا واخوالنا، ويجب ان ندرك ان ما حدث معنا في ثورة 25 يناير يعني كان اقل بكثير مما يحدث الان في الشعب السوري من هذا النظام المجرم. ويجب ان نكون واعين انه وقوفنا الحقيقي، وقوف الشعوب العربية والمسلمة تجاه هذا الشعب، هو وقوف معنوي ومادي، هو يعني يدفع هذه الثورة إلى النجاح إن شاء الله تعالى. تخلينا كما تخلت الحكومات العربية وكما تخلت الحكومات العالمية والمنظمات الأهلية والمنظمات الدولية، يعني لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة هذا الشعب السوري. يجب الوقوف بحزم وبحسم مع هذا الشعب السوري العظيم حتى تكتمل هذه الثورة ويسقط هذا النظام الذي إن شاء الله تعالى هو أيل السقوط، وهو بالفعل يتساقط ولكن في الأفق إن شاء الله.